طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. رئيس جهاز الأمن القومي السابق يروي لموقع إخباري اللحظات الأخيرة قبل وقوع وزير الدفاع الصبيحي في أسر ميليشيا الحوثي. ومن المصدر أونلاين، دراسة تقول إن التحالف لا يبحث عن انتصار في اليمن ويسعى لتحقيق مصالح. صحيفة الشرق الأوسط، المبعوث الأممي يلتقي في صنعاء النسخة الحوثية من الحراك الجنوبي. ومن أخبارنا المنوعة في الهاف بوست، كوريا الجنوبية تجبر الموظفين على إطفاء حواسيبهم ليحصلوا على الراحة. أهلا بكم. يصف الموقع بوست عاصفة الحزم في ذكراها الثالثة بأنها أحدثت تحولات سلبية ونتائج كارثية. وقال الموقع إنه يمكن القول أن هذه العملية تعد من أغرب العمليات العسكرية عبر التاريخ، فرغم أن دول التحالف العربي تمكنت من تدمير المطارات والرادارات والطائرات الحربية ومخازن الأسلحة الثقيلة للانقلابيين في الأيام الأولى من العملية، إلا أنها فشلت خلال 3 سنوات من العمل العسكري والقصف الجوي المتواصل من إلحاق الهزيمة بميليشيات تقاتل غالبا بأسلحة خفيفة وبمقاتلين أغلبهم قبليون لم يتلقوا تدريبا كافيا على استخدام الأسلحة وفنون القتال، ونادرا ما تستخدم الميليشيات الحوثية أسلحة ثقيلة يتم تهريبها من إيران. لكن الأسوأ من ذلك، وفق الموقع، التحولات السلبية في مسار التدخل العربي، أو بالأصح التدخل السعودي والإماراتي. اتضح ذلك من خلال التحول العكسي في الأشهر الأخيرة في ميزان الصراع، والذي جاء نتيجة تراكم أخطاء التحالف العربي واستسلامه للدسائس من قبل بعض العاملين مع السلطة الشرعية، وبقائه أي التحالف العربي رهينة الهوس بالثورات المضادة لثورات الربيع العربي. وكان نتيجة ذلك أنه أضعف السلطة الشرعية في مقابل تفوق ميليشيات الحوثيين، بل ووضعت السعودية والإمارات نفسيهما في موقف حرج بسبب الفشل في القضاء على الحوثيين. بدوره عنونا موقع المشاهد نت حول حرب الأعوام الثلاثة، وقال 3 أعوام من الحرب في اليمن والحسابات السياسية التي أطالتها. وقال الموقع إنه في 26 مارس 2018 تكون الحرب اليمنية طوت سنتها الثالثة، وبعيدا عن السياسة وحساباتها ثمة حقيقة واحدة ثابتة، وهي معاناة المدنيين الذين لا خيار أمامهم سوى الموت أو النزوح. ويضيف الموقع، حين يحسب عدد أيام السنين بعدد المآسي وعدد القتلى والجرحى وعدد الفقراء والأوبياء والنازحين، فتلك هي الحرب في اليمن. ويتابع الموقع الحرب التي أضاعت أجيالا كاملة، أجيال لم تعرف حتى الآن إلا الحرب بكل ما تحمله من دمار وخراب ونزوح. أطل علينا العام الرابع للحرب بحالة إحباط وقنوط للشارع اليمني. لقد تعرض الضمير الجمعي لهزيمة عنيفة بانكسار الشخصية اليمنية بعد أكثر من 3.5 سنوات من سقوط صنعاء المدوي. هكذا كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في أجزاء من المقال: الهزيمة المعنوية الكبرى التي تلقاها اليمنيون كانت بسبب ركونهم على التحالف، فبقاء الحوثي ليس بسبب قوته بل لاختلاف خصومه وخذلان التحالف الذي يثبت يوما بعد يوم بأن الأهداف المفترضة المعلنة تختلف كليا لما هو على أرض الواقع. بداهة لن يستمر الحال في اليمن على هذا النحو سوى لمن يسمون أنفسهم سلطة الأمر الواقع أو غالبية الشعب اليمني المنكوب بحكامه، فدوام الحال من المحال. وفي المقابل فإنه لا مناص من الخروج من هذا الكابوس المؤلم إلى بناء الدولة المدنية التي يتساوى فيها كل اليمنيين، رغم حوثنة مفاصل الدولة على مدى أكثر من 3 سنوات. تستغل ميليشيا الحوثي ضعف الشرعية وتآمر التحالف لدغدغة عواطف الجماهير، وهو حق أريد به باطل. فبدلاً من المطالبة بتوفير الخدمات والمشتقات النفطية والمرتبات، وتحت تأثر إعلام الانقلاب القوي مقارنة بإعلام الشرعية، قامت بتوظيف المواطن لصب جام غضبه على من أتى تحت لافتة ومسوغ إعادة الشرعية،
فقد تهيأت سلطات الحوثي بإجبار طلاب المدارس وعشرات الآلاف من المواطنين للخروج يوم 26 من مارس، وهو ذكرى بداية عام رابع للحرب العبثية التي لم تستطع إعادة الشرعية للأماكن المفترض أنها محررة. وبدلاً من جعل عدن نموذجاً يحتذى به، صارت أسوأ من صنعاء نفسها على الأقل في الجانب الأمني. أما اليمن فقد غدت كلها مرتعاً للميليشيات تنهش فيها قوات التحالف في فئان واحد. وقبل عام في مثل هذا اليوم خرجت جموع غفيرة من الجماهير عندما كان طرفا الانقلاب في حالة تماهي وتوافق قبل أن يعصف الخلاف بينهما لينتهي بتصفية من أدخلهم صنعاء وبتواطؤ الدولة العميقة والإقليم. أبرز العناوين نطالعها في المصدر أونلاين، أهمها من الساحل الغربي. دراسة تقول إن التحالف لا يبحث عن انتصار في اليمن وإنما لتحقيق مصالح استراتيجية. ومن تعز تقدم للقوات الحكومية في مديرية خدير بتعز بعد تأمين الشريجة. والسفير الأمريكي يقول واشنطن تولي الأزمة الإنسانية في اليمن اهتماما بالغا وتلتزم بدعم أمن السعودية. ومن جنوب الحديدة تم تأكيد خبر نشر أمس الأول حول مقتل طبيب وإصابة 4 آخرين بقصف للحوثيين استهدف مشفى. قال مصدر في محافظة الحديدة غربي اليمن إن طبيبا قتل وأصيب 4 آخرون بقصف شنه المسلحون الحوثيون على مشفى حيس الريفي. وذكر المصدر للمصدر أونلاين إن عددا من قذائف مدفعية الهاون أطلقها مسلحون حوثيون على المستشفى ما أدى إلى مقتل الطبيب أحمد المخلافي وإصابة 4 آخرين. لن يخرج اليمنيون من هذه الدوامة الدامية قريبا، وربما لن يخرجوا منها البتة. هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من مقاله. الجيل الذي يسود البلاد اليوم في الشارع السياسي والشعبي على السواء ليس شبيها أو قريب الشبه بكل الأجيال التي سادت اليمن في كل منعطفات وفترات التاريخ اليمني. هو جيل انقطعت صلته بمبادئ السياسة والاجتماع وبقواعد الأخلاق والقيم وبهيبة القانون والمؤسسة. إن قراءة سريعة لبانوراما العادات والممارسات والطبائع والجرائم التي انتشرت في البلاد وصارت ظاهرة واضحة المعالم وبليغة الأثر تقود بالضرورة إلى هذا الاعتقاد وإلى التشاؤم بالغ السواد من قادم الأيام. فمن يعرف عدن قبل 3 عقود على الأقل ثم يأتي إليها اليوم سيتيقن منذ أول وهلة أنه جاء إلى مدينة أخرى وقوم آخرين لا صلة لهم البتة باسم عدن، مجرد الاسم، ناهيك عن الفعل والتاريخ والإنسان والهوية. فما هو سر الانقلاب أو التحول الحاد الذي حدث في إنسان وأشياء هذه المدينة وبالتحديد الأجيال الجديدة التي ظهرت وتشكلت خلال هذه العقود 3 على الأقل؟ وهل التداعيات التي شهدتها البلاد عموماً ومدينة عدن بالذات منذ قيام دولة الوحدة في 22 من مايو 1990 على كافة الأصعدة سياسية واحترابية واجتماعية واقتصادية قد أسهمت بصورة مباشرة في حدوث هذا التحول؟ وما هي طبيعة الأثر الخطير على حاضر ومستقبل اليمن الذي تحدثه صيرورة البوصلة الاجتماعية والثقافية العدنية؟ من هوية المدنية والتعايش والتسامح التي عرفتها عدن منذ نشأتها الحضارية الحديثة إلى هوية رفض الآخر والعنصرية والعنف التي صارت عليها عدن اليوم. وثمة غيرها من علامات الاستفهام الهامة الأخرى التي ربما يتعسر على المرء الإحاطة بما تستدعيه من إجابات قد تستحيل إلى مفاجآت يصعب على العاقل احتمالها، وقد يكون بالضرورة عقد ندوات تتسم بالطابع العلمي الحق للسياسي المحض للاقتراب من إمكانية الحصول على إجابات قريبة من جذوة الحقيقة ومتعايشة مع طبيعة الواقع. في شهادته المهمة عن المعارك في عدن وسقوط المدينة بأيدي ميليشيات الحوثي، تحدث علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي السابق والسفير اليمني لدى مملكة البحرين حاليا إلى موقع عدن الغد فيما يتعلق بالطريقة التي اعتقل فيها وزير الدفاع محمود الصبيحي. قال الأحمدي: بقيت أنا واللواء محمود حتى الساعة 3 فجرا نتابع أمور التسليح في عدن، وأبلغني بأنه سيتحرك الساعة 8 صباحا إلى العند للإشراف على الوضع. حاولت إقناعه بالبقاء، فهو وزير دفاع وموقعه في غرفة العمليات وليس في الميدان، لكنه أصر. ووفقا لما قاله رئيس الجهاز القومي حينها والذي نقل عن وزير الدفاع قوله:
لن يتحرك أحد في الوحدات العسكرية ما لم يكن عندهم أو ما لم أكن عندهم، يقول ورفض أن أذهب معه. ويضيف الأحمدي: كنا نتابع إجراءات استيراد كمية من الأسلحة المتوسطة والذخيرة من روسيا كانت قد حجزتها وزارة الدفاع من سابق، وكنت أتابع الإجراءات أنا ومدير مشتريات وزارة الدفاع العميد صالح محمد. بعدها وفقا للأحمدي والذي يقول: في 25 مارس اتصلت بوزير الدفاع الساعة 10 صباحا وسألته عن الوضع، وقال لي: الوضع سيء جدا، لم يبقى معي سوى 30 فردا ونتصدى لهجوم. ويضيف: كنت أسمع تبادل إطلاق النار ثم انقطع الاتصال، حاولت أن أعيد الاتصال لكنه لم يرد. تحركت إلى غرفة العمليات 22 مايو لكي نرى ماذا نعمل، ووصل إلى هناك وأبلغني الطاهري أن محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب تم أسرهم. نزل علي الخبر كالصاعقة، تحركنا معا إلى معاشيق عند الرئيس، وفور مغادرتنا تم القصف. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفت لقاءاته مع الأطراف التي شملتها أو الذي شملها جدول زياراته إلى صنعاء في سياق مساعيه الرامية لحلال السلام، وفق عنوان لصحيفة الشرق الأوسط. غريفت يلتقي في صنعاء النسخة الحوثية من الحراك الجنوبي. وقالت الصحيفة إن اللقاءات مستمرة على الرغم من التصعيد الخطير للميليشيات الحوثية المتمثل في استهداف المدن السعودية بالصواريخ الإيرانية التي تم تدميرها في سماءات 4 مدن بالمملكة. وعلمت الشرق الأوسط عن مصدر حكومي مطلع أن قيادة الشرعية تدرس تقديم طلب إلى المبعوث الأممي لتعليق مهمته في صنعاء. وأبدى المصدر اليمني استغراب الحكومة الشرعية من عدم صدور أي تعليق من المبعوث يدين التصعيد الحوثي عبر الإطلاق أو عبر الإطلاق العبثي للصواريخ الإيرانية على الأعيان المدنية في المدن السعودية. وقالت الصحيفة أن المبعوث غريفت التقى في صنعاء ممثلين لنسخة من أحد فصائل الحراك الجنوبي وموالين لميليشيا الحوثي، كما التقى قيادات حوثية من بينهم وزير نقل الجماعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها دوليا زكريا الشامي. وفي اللقاء مع النسخة الحوثية من الحراك الجنوبي، استعرض القياديان الجنوبيان المواليان للجماعة خالد باراس وأحمد القنع المطالب الحوثية نفسها التي تتبناها الجماعة بشأن وقف عمليات التحالف الداعم للشرعية. فقدت الثلاثينية اليمنية أمة اللطيف محسن زاهر حياتها نتيجة خطأ طبي. وفقا لصحيفة العربية الجديد، فقد تسببت به الطبيبة العراقية منى عباس حمود أثناء تدخل جراحي في مستشفى آزال التخصصي الواقع غرب العاصمة صنعاء. وقال تحقيق للصحيفة إن منى عملت فيه بشهادة مزورة، فوفقا لمنطوق الحكم رقم 17 الصادر من محكمة غرب الأمانة بصنعاء في الخامس عشر أكتوبر 2017. وقالت الصحيفة إن نيابة غرب الأمانة بصنعاء تواصلت مع السفارة اليمنية بالعاصمة العراقية بغداد طالبة منها التواصل مع عمادة كلية الطب جامعة بغداد الحكومية لمعرفة ما إذا كانت الدكتورة منى من متخرجات كلية الطب الجامعة. وردت عمادة كلية الطب جامعة بغداد أن الوثائق الخاصة بمنى عباس
بكالوريوس طب عام ودبلوم أمراض النساء والولادة مزورة ولم تصدر عن الكلية. وطبقا للصحيفة فإن منى ليست وحدها تعمل، بل هناك الكثير بسبب إعفاء الكادر الأجنبي من التراخيص. مؤلف كتاب عودة عالم ماركو باولو الحرب الاستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن 21 روبرت كابلان كتب مقالا تحت عنوان العبثية هي التي تتسبب بالفوضى في العراق وسوريا. عادة الغد نشره وترجمه علاء الدين أبو زينة. كقاعدة عامة، كلما كانت الأيديولوجية أكثر تجريداً وشمولية ازداد كم الدم الذي يسيل في أعقابها، ذلك لأنه ما إن تتم الإطاحة بزعيم فإن هذه الأيديولوجيات لا تعرض أي طبقات وسيطة للمجتمع المدني بين النظام في القمة والقبيلة والعائلة الممتدة في القاع والتي تستطيع إبقاء البلد متماسكة. وفي العام 1998 قبل 3 سنوات من أحداث 11 سبتمبر كنت قد أجريت مقابلة في بيروت مع المفكر المثقف المعروف إلياس خوري، الذي قال لي عن العراق وسوريا: هذه الأنظمة نجحت في تدمير ليس مجتمعاتها فقط وإنما أي بدائل عنها، لأن أي بديل لا يستطيع أن يبقى على قيد الحياة، فإن الخيار ربما يكون فقط بين السيطرة الكلية أو الفوضى الكلية. وقد اعتمد تفسير خوري على معرفة أن حافظ الأسد وصدام حسين استخدما العقود الكثيرة التي قضياها في السلطة لبناء هياكل مخابراتية متقنة ومعقدة والتي كانت متخفية في شكل دول، وظلت شعوبهما أتباعاً ورعايا وليس مواطنين، وكانت التناقضات العرقية والطائفية معبأة في زجاجات وجاهزة للتفجير بدل أن يتم تذويبها بتنمية اقتصادية وسياسية صحية. وتحت صدفة الطغيان الخارجية الصلبة كان ثمة فراغ مطلق. قراءة في حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، لا سيما في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، حيث نطالع في صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا لجعدون ريتشمان يتناول في حال الديمقراطية. وقال كاتب المقال أن الانتخابات الرئاسية الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011. وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر قمعية من نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك المخلوع من منصبه خلال الثورة المصرية. ويلقي كاتب المقال بالضوء على العديد من الدول العربية التي شهدت ثورات مطالبة بالديمقراطية، ومنها ليبيا التي تتخبط حاليا في حالة من الفوضى العنيفة، ما جعل بعض المواطنين يشعرون بالحنين للاستقرار النسبي الذي ساد خلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال الكاتب في التقرير الذي ترجمته شبكة البي بي سي: الانهيار العنيف للربيع العربي أضر بقضية السياسة الليبرالية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. وختم بالقول إن تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت بأن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن يتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي. من أخبارنا المنوعة لهذا اليوم ما أخترناه لكم من موقع الهاف بوست، والذي عنوان: من أجل محاربة إدمان العمل، حكومة سيول ستطفئ جميع الحواسيب في 8 مساء لإجبار العاملين على المغادرة. وقال الموقع إن عاصمة كوريا الجنوبية قررت اتخاذ خطوة جذرية لمحاربة ثقافة إدمان العمل والتقليل من عدد ساعات العمل أو ساعات عمل الشعب الكوري. وأعلنت حكومة العاصمة سيول أنها ستطفئ حواسيب الموظفين في تمام الساعة 8 مساء من يوم الجمعة حتى يجبر العاملون على ترك العمل والعودة إلى منازلهم. ويضيف الموقع: سيطبق الإجراء لأول مرة يوم الجمعة 30 مارس، وستخفض عدد ساعات العمل في اليوم بالتدريج إلى أن تصل إلى 7:30 مساء في 2 و4 يوم جمعة في اليوم الجمعة بشهر إبريل، وبحلول شهر مايو ستطفأ الكمبيوترات بحلول 7:00 مساء. وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد مرر الشهر الماضي قانونا يخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية القصوى من 68 ساعة، وهو ما يجعل عدد ساعات العمل الأسبوعية في كوريا الجنوبية
ثاني أطول عدد ساعات عمل أسبوعية بعد المكسيك التي تصل إلى 52 ساعة في الأسبوع. جولتنا المصورة من شبكة البي بي سي والتي وثقت الكثير من اللحظات والأحداث الهامة خلال الأسبوع، نتابع أهم الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.